نبدأ كالمعتاد بأهم الأخبار والأحداث اللي معانا. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصال هاتفي بالأمس بالرئيس الرواندي بول كاجامي. توجه خلاله الرئيس السيسي بالتهنئة للرئيس الرواندي بمناسبة فوزه في الانتخابات بفترة رئاسية جديدة. وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على مواصلة العمل المشترك لتقوية أواصر الأخوة والتعاون اللي بتربط البلدين. كمان امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار مهمة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصال هاتفي بالرئيس الرواندي بول كاجامي، توجه خلاله السيد الرئيس بالتهنئة للرئيس الرواندي بمناسبة فوزه في الانتخابات بفترة رئاسية جديدة، متمنياً له التوفيق والسداد ومؤكداً حرص مصر على مواصلة العمل المشترك لتقوية أواصر الأخوة والتعاون اللي بتربط بين البلدين بما يحقق تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين، فضلاً عن استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين في مختلف الأطر الإقليمية والقارية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية اللي بتضم كليات حربية، بحرية، جوية، دفاع جوي والكليات العسكرية، الكلية الفنية العسكرية، كلية الطب بالقوات المسلحة والكلية العسكرية التكنولوجية، من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الثانوية الصناعية وما يعادلها، وخريج الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا محاربين دفعة أكتوبر 2024.